ورجعنا لكم مشاهدينا، وموضوع الفقرة بتاعي النهاردة اللي هنتكلم فيه هو عن الثروة السمكية. احنا النهاردة هنفتح معاكم ملف الثروة السمكية وهنتكلم فيه بكل تفاصيله. هنتكلم عن ازاي نحقق فيه اكتفاء ذاتي، ازاي يكون عندنا فائض كمان للتصدير، هنتكلم عن المشروعات القومية اللي بتتم في هذا المجال. الحقيقة حصلت طفرة كبيرة جدا في كافة المجالات، سواء بقى تطوير بحيرات، سواء خلق فرص جديدة للاستزراع السمكي. كل التفاصيل دي النهاردة هنعرفها من خلال المهندس أحمد البيلي، وهو طبعا مهندس استشاري وخبير التنمية المستدامة، ونورنا النهاردة في طعم البيوت. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس، ومنورنا في طعم البيوت. ربنا يخليك يا فندم. الحقيقة ملف الثروة السمكية يمكن كتير مننا مش بنتكلم عليه قوي، ويمكن كتير مننا ممكن ما يكونش عارف المشروعات القومية اللي تمت فيه، وقد إيه طبعا حصل طفرة من التنمية في كافة المجالات المتعلقة بالاستزراع السمكي. خلينا كده في البداية نقول، من أول تطوير البحيرات لتطوير كمان تقنية الاستزراع السمكي، حياتك بقى فهمنا كده ايه اللي حصل فيه. بداية اللهم لا تحرمنا نعمة مصر أم الدنيا سيدة الأوطان. قبل ما نقول احنا وصلنا لإيه، لازم نعرف احنا كنا فين. جميل. عشان نقدر حجم التطور اللي حصل أو التطوير اللي حصل. خلينا نقول من 10 سنين بالظبط كان إنتاج مصر الكلي في الثروة السمكية حوالي 1,300,000 طن. وكنا بنحتاج لحوالي 1,800,000 طن. يعني كنا بنستورد حوالي 400,000 طن. اللي حصل النهارده على ارض الواقع ان احنا بننتج 2,400,000 طن. يعني احنا ضاعفنا الكميه، قربنا من ضعف الكميه اللي كانت بتنتج، ووصلنا بنسبه 95% من الاكتفاء الذاتي من السمك. يعني احنا ما بقيناش بنستورد اكتر من 5 ل 10% انواع معينه بيميل لها السياح غالبا اللي موجودين في مصر. جميل. ده السبب الرئيسي في الاستيراد يعني. ولكن هو مش سد فجوه، لان ال 5% مش فجوه. صحيح. طيب المواطن العادي هيقول لي ازاي وده السمك سعره اتضاعف، وده سؤال الكل الناس بتقوله. هقول لك ببساطه شديده جدا، احنا من 10 سنين كنا 80 مليون، احنا النهارده 105، وعندنا ضيوف 20 مليون. فاحنا النهارده برضو نعتبر تضاعفنا، يعني اما نزيد 50% من عدد السكان في 10 سنين، يبقى الزياده اللي حصلت في السمك ما تجيش حاجه جنب الزياده السكانيه اللي حصلت. من عشان احس بفضل اللي انا عملته لازم يبقى في ثبات في التعداد او بيزيد بنسبه بسيطه. صحيح. لكن احنا للاسف عندنا زياده سكانيه غير عاديه. فعشان كده ما حسيناش بان السمك بيرخص. لا، هو غالي، بس ما غليش بالنسبه اللي غلي بيها اللحمه، وبالنسبه اللي غلي بيها بقيه المواد الاستهلاكيه عامه يعني. جميل. طيب احنا تقدمنا ازاي في الثروه السمكيه؟ الثروه السمكيه في مصر عباره عن حاجتين، يا اما استزراع سمكي، يا اما صيد مباشر من البحار. واحنا طبعا مصر ربنا انعم عليها ب10 بحيرات. صحيح. حضرتك قلت في المقدمه حاجه جميله جدا، ان تطوير البحيرات بتاعتنا. احنا كنا وصلنا لمرحله من التردي يعني مأسوف عليها فعلا. يعني بحيره زي بحيره المنزله اللي كانت مساحتها 800,000 فدان، كانت وصلت ل 100-120,000 فدان فقط، والباقي كله اتنهب طبعا في ظل ثوره يناير والانفلات الامني والكلام ده. تمام. وبدا الارض تتردم وتبنى عليها، وانتهت تماما ابتدت البحيره نفسها تتردم ويتبني عليها. من 800,000 فدان ل 120,000 فدان في 2017. مساحه بسيطه. مساحة جدا. مساحه بسيطه طبعًا. دي حاجه. الحاجه الثانيه كانت مرتع للارهاب والمخدرات، وكل البقر مخدرات وبقر ارهاب وبقر مسجلين، وكانت حاجه سيئه للغايه يعني. طيب. قامت حمله امنيه مكبره موسعه لتطهير البحيره، وبالفعل البحيره بدات تتطور. النهارده وصلنا ل 260,000 فدان، البحيره اتطهرت. جميل. وبقى اضاف ليها المساحه دي. طبعا البحيره كانت بتصرف فيها 4 محافظات صرف صحي. الكلام ده كله اتلغى، وبقى في محطات لتطوير معالجه المياه وتطهيرها، لمعالجه المياه الصرف الصحي واستغلالها في الزراعه، في بعض انواع الزراعه. فالنهارده بنقول ان بحيره المنزله رجعت الحياه فيها تاني. وبدات الاورد تشتغل فيها تاني، ولسه ما خلصتش المشروع بالكامل. ولكن وصلنا ل 90% منه. نفس النظام اتعمل في البردويل، واتعمل في ماريوت، واتعمل يعني اغلب بحيرات مصر بدات انها تتطور تطور جامد جدا. بالاضافه لكده المشاريع القوميه اللي اتعملت، احنا عملنا 4 مشاريع قوميه كلمة عملاقة قليلة عليها. يعني عند حضرتك بحيرة غليون 4000 فدان. عند حضرتك المشروع الفيروس وبورسعيد ده 126,000 فدان. يعني شوف حضرتك المساحه قد ايه. ده من اكبر المشاريع اللي عملناها. برضه خلينا نقول ان المشروعات القوميه دي طبعا حضرتك هتستكمل الكلام، بس انا بتكلم في حاجه تانية، ان هي مشروع متكامل من ابحاث علميه للاسماك، من تطهير، من دراسات على الاسماك بتتم، من سلامه الاسماك، من التغليف للتعبئه. فهو مشروع متكامل. يعني احنا كان بينقصنا في مصر
احنا دايما بنعمل المنتج ولكن ما بنعرفش نسوقه، ما بنعظموش. يعني ايه، ما هي الحته الاخيره، التاتش الاخير البسيط ده، لازم التعظيم بتاع القيمه. احنا النهارده بقى لنا فتره مثلا اعلى دوله في العالم في انتاج التمور، لكن في التصدير الخامس لان لسه ما عظمناش قيمته. صحيح. فلما جينا نعمل بحيره غليون، مشروع بحيره غليون، اتعمل حوالي من 4 مصانع، مصانع تعبئه وتغليف، جميل، مصانع لانتاج الفوم اللي بيستخدم في التعبئه، مصانع لانتاج التلج اللي بستخدمه في ده مشروع متكامل فهو بكل مشروع، لدرجه احتياجاته. ان اتعمل معامل ابحاث ان انا بختبر الجوده فيها وبشوف المنتج طالع سليم ولا لا. انا هنا عظمت قيمه المنتج بتاعي. صحيح. مش مجرد ان هو سمك طلع من الميه وبعته، لا، ده انا عظمته، غلفته وجمدته وقعدت صحيا اشرفت عليه. فالنهارده صحيح انا وصلت لمرحله من التكنولوجيا في التصنيع، وان انا بستقطب اي عامله تشتغل. انا النهارده مش لسه مجرد، كنت هقول لحضرتك، هو مش بس مجرد مشروع وجبت منه اسماك لتوفير الغذاء، هو كمان خلق فرص عمل، لا، ما فرص من عمل ايدي عامله في مختلف شغاله في مصنع المجالات. التلج، ايدي عامله شغاله في مصنع الفوم، ايدي عامله صحيح. شغاله في الفرز والتجميل، ابحاث علميه شغاله. فالنهارده بعمل مشروع متكامل من كل حاجه، على نفس النمط اتعمل في مشروع الفيروز، على نفس النمط اتعمل في مشروع قناه السويس، هيئه قناه السويس عامله مشروع ثروه سمكيه. جميل. المشاريع دي كلها النهارده مشاريع متكامله من جميع الاركان. بوصل في الاخر انا بدي منتج اولا صالح للاستهلاك، مش مفيش خوف على السمكة نفسها، ما مكشوف عليها عندها أمراض ولا لأ، سليمة إزاي. بص يا استاذه، خلينا نتكلم بصراحه، مفيش حاجه اسمها سمك بلدي ومفيش حاجه اصل اسمها احنا بنقلق قوي، يقول لك سمك مزارع، مش عايز سمك مزارع، كل مع ان السمك اللي موجود. اولا الاستزراع معناها ان انا بتحكم في كل حاجه، بتحكم في الاكل اللي انا بحطه، وبتحكم في الرعايه الصحيه اللي انا بعملها للسمك، بتحكم صحيح. في نوع الميه. انا النهارده برمي بذره عشان الاقي ثمره، انما اللي طلع يصطاد ده بيرمي شبكه باللي بيجيبه صحيح. بيجي. لا، الاستزراع انا النهارده رميت، انا رميت الزريعه دافع فيها فلوس وعايزها تطلع وجايبها كويسه. بجوده عاليه كمان، ايوه، فانا اكيد لازم مش اي اراعيها جوده. رعايه كويسه عشان تديني منتج كويس. فالاستزراع النهارده هو ده لغه العصر، مفيش حاجه اسمها بلدي ومش اولا احنا انتاجنا 80% منه استزراع، 85% كمان استزراع، ال 20 او ال 15% اللي هو جاي من البحر، احنا حوالي 200 الف طن بس بيجوا من البحر، دول كلهم اغلبيتهم تصدير. اللي بيتبقى من التصدير ده الفرزه بتاعته، اللي هي اصل انا النهارده انا طالع بمركب اصطاد في البحر، انا صحيح. برمي الشبكه مش بقول لها وهي نازله هاتي لي بوري وهاتي لي جمبري صحيح. وحجم كذا في كذا، لا، ده صحيح. الخير اللي اللي بيجي من عند بيطلع ربنا بيجي. صحيح. اللي بيجي ده بيتفرز، اللي مطابق للمواصفات بتاعه التصدير بيتصدر، اللي مش مطابق ده اللي بينزل السوق المحلي، ودي كميه لا تتعدى 4% من الناتج العام. فما فيش حاجه اسمها بلدي، لكن في حاجه اسمها مزرعه سمك منتج الجوده بتاعتها الجوده عامله بقى ازاي. بيعلي في ايه، لان في مزارع خاصه اهالي. صحيح. هي بقى هنا حته الضمير، ودي المشكله الكبيره في مصر، ازمه الضمير. الراجل اللي عامل المزرعه ده بيعلي في ايه؟ هل هو جايب مخلفات مذابح مجازر الفراخ والكلام ده اللي بيسبب امراض وكده، صحيح. ولا هو جايب حاجه كويسه، علف كويس، جايب ذره، جايب ما هو ممكن يبقى في فكره برضو كويسه يا باشمهندس، ان هم مثلا يعملوا على التغليف للاسماك النوع بتاعها، يعني مثلا جايه من البحيره، ما هو ده بقى اللي اتعمل في يعني ده غليون واتعمل في هيبقى الفيروز، فارق كبير. ما ده اللي الدوله عملته، ده في المشاريع الكبيره اللي الدوله عملتها. لكن ما هو في مزارع صغيره بتاعت مزارعين عاديين، افراد صحيح. عاديين، مزرعه مثلا فدان وفدانين وثلاث في مناطق كبيره جدا، زي مثلا في دمياط في شطا، وزي عند في المنزله عند بحيره المنزله، وزي كده بورسعيد. يبقى عليها رقابه بقى، بحيث الجوده هنا بقى ولا حاجه. الرقابه. وانا برضو بدور على ان انا من مصلحتي كمنتج ان انا اطلع خامه كويسه عشان يجيني تاني الزبون. صحيح. لكن ايه اكذوبه ان يقول لك ان في بلدي؟ مفيش حاجه اسمها بلدي. طيب خلينا نتكلم بقى على الانجاز اللي تم في ملف الثروه السمكيه، وهو طبعا ان مصر الاولى على مصر الأولى مستوى أفريقيا افريقيا، والسادسه على مستوى العالم، والثالث على مستوى العالم في الانتاج البلطي، في البلطي، والسادس على مستوى العالم في جميع في المنتجات جميع الاسماك. المنتجات. احنا في الصراع السمكي. طب دي على فكره ارقام فيها يعني انجاز كبير احنا جدا مشكلتنا جدا. كلها في السكان، في الزياده. احنا لو ثابتين على او يعني بنزيد مثلا 1% 2% بسيطه نسبه بسيطه كنا نحس بالكلام ده. وبعدين احنا للاسف السنه دي يعني هي الظروف كلها سبحان الله ضدنا، يعني تغيرات مناخيه مشكله كبيره جدا فيها. نتج عنها اولا السمك ده كائن حي. صحيح. بيبقى له برضه مواسم بالظبط زي ما تكوني زرعه في لو جت برد بيضيعها السمك، برضه في وقت بيبقى عايز يبقى في دفى الميه، ووقت بيبقى عايز الميه تبقى ساقعه. فالتغيرات المناخيه اللي حاصله في الخمس ست شهور اللي فاتوا بتأثر على احنا لغايه النهارده مش عارفين احنا في الشتاء ولا في الصيف. صحيح. لغايه النهارده بنشوف الفصلين في نفس اليوم. صحيح. فده اثر على رحلات الصيد اللي بتطلع البحر،
لان النهارده المراكب لو في نوه مش هتطلع، صحيح. فبالتالي اثر على المنتج اللي جاي من البحر. دي نمره واحد. نمره اتنين، اثر على المزارع نفسها، لان النهارده كل ما بيزيد مده البرد كل ما الزريعه اللي انا حاططها في التوقيت ده هتبقى هيقابلها مشاكل صحيه وهيقابلها مشاكل في الانتاج وهيبقى في ضعف انتاج. فالتغيرات المناخيه مع ارتفاع الاسعار بتاعت الاعلاف، ما هو النهارده الاستزراع ده انا بجيب له علف والعلف ده اغلبيته مستورد، صحيح. فالنتيجه النهارده ان انا زياده اسعار وما فيش صيد وفي نفس الوقت ظروف بيئيه ومناخيه مش ملائمه، ففي متغيره. ففي تغيرات اثرت على الانتاج، فبالتالي السعر ارتفع. ولكن لما نيجي نقارن ارتفاع اسعار الاسماك بارتفاع اسعار باقي المستلزمات، لا الاسماك ما زالتش بالنسبه لزالت ما مثلا اللحمه، صحيح. ولا لزالت بها الدواجن، صحيح. لا هي زالت بس اقل من النسب دي، وده نتيجه للمشاريع الكبيره اللي اتعملت. جميل. المشاريع الكبيره اللي اتعملت طيب دي خلينا فرقت كتير نتكلم جدا. بقى عن جزئيه تانية، وهو استخدام التكنولوجيا الحديثه واستخدام البحث العلمي في تطوير هذا المجال. واحنا زي ما احنا شايفين دلوقتي كمان في فيلم تسجيلي عن المكان نفسه وعن الصناعه نفسها، يعني هي تعتبر صناعه واستزراع في طبعا نفس هي الوقت. اسمها صناعه الاسماك زي صناعه الدواجن زي صناعه اللحوم، هي صناعه بالفعل. صحيح. لان انا النهارده اما بجيب كائن حي اللي هو الذريعه بتاعت السمك دي بالظبط زي ما بجيب البذور بتاعت النبات وبحطها في المزرعه وببدا اراعيها، ما هي دي صناعه. النهارده انا اما بضيف البحث العلمي لهذا المجال انا النهارده بتحكم في ملوحه الميه علميا، ودي حاجه بتاثر جامد جدا في المنتج. انا النهارده بتحكم في مقاومه الامراض اللي بتيجي، بتحكم في انواع البكتيريا اللي موجوده في الميه، في انواع الفطريات اللي موجوده في الميه، بطلع بمنتج في الاخر ملائم لصحه البني ادم. يعني انا مش بس بهتم بالسمكه اللي انا بحطها، انا كمان بهتم بالبيئه المحيطه طبعا بيها. هي البيئه المحيطه دي يا فندم هي اللي هتخلي السمكه نضجها يبقى كويس ونضجها ما يبقاش كويس، وهي اللي هتوصلني في الاخر لمنتج سليم وذوق ولو قابليه عند المستهلك ولا ما فيش، ما هي صناعه. انا صحيح. عايز اوصل بجوده عاليه عشان اعرف ابيع. دي مهمه جدا. تمام. وعلى فكره في انواع اكل بتاثر في طعم الاسماك، يعني الحاجات دي كلها مؤثرات، وانواع الطهي بتاثر في السمك وطريقه الطهي بتاثر في السمك، صحيح. وذوق المستهلك مهم جدا في الحاله دي. فالابحاث العلميه بتدرس جميع النواحي دي عشان اوصل في الاخر لمنتج اقدر ان انا يعني اقدر ان انا انافس بيه واقدر ان انا ابيعه. جميل. طيب لو هنتكلم بقى عن يعني احنا بنأمل وبنحلم في هذا الملف بعد يعني ما نقول كده التطوير والتنمية اللي حصلت فيه بكافة الجوانب، امتى ممكن يحصل اكتفاء ذاتي من الأسماك؟ وامتى ممكن يبقى عندنا فائض ان احنا نصدر؟ لان احنا اكيد بنأمل بالمشروعات دي كمان بعائد اقتصادي واستثماري. بص يا فندم، احنا قلنا ان مشروع غليون ده من اعظم المشاريع اللي اتعملت، ولكن دي المرحله الاولى. جميل. لسه في 3 مراحل. فالمشاريع دي احنا خلينا نقول برضو ان المشروع ده موجود في كفر الشيخ. في كفر، صح كده؟ غليون في كفر الشيخ وفيروز في بورسعيد. مشروع قناه السويس ده موجود في الاسماعيليه شرق التفريعه. احنا بنقول ان اهم حاجه عندنا النهارده ان احنا نوصل الاكتفاء الذاتي ده يعني حوالي 5% ويبقى في اكتفاء ذاتي. انا عايز بقى دي نسبة بسيطة جدا اوصل يعني لمرحله طبعا. تخفيض السعر. دي هتتم ازاي؟ اما المشاريع العملاقه دي كلها تكمل الكباسيتي بتاعها، يعني انا اوصل لنهايه اشتغل المشروع بكافه بحيره المنزله خلاص قربت على الانتهاء، وده هتفرق كتير جدا. تطوير البحيرات هينتج حوالي من 800,000 طن، ده يعتبر يعني تلت الكميه المنتجه. البحيرات في مصر يعني دي عليها حامل عليها عبء عددها كبير جدا، تقريبا 10 بحيرات. مصر فيها 10 بحيرات. ده النهارده شيء عظيم طبعا شيء عظيم جدا طبعا. وبعدين اصل سمك البحيرات انا بعرف انتج فيه السمك اللي بينتج في البحر واللي بينتج في النيل. ما السمك فيه ميه عذبه وميه حلوه، صحيح. ميه عذبه وميه مالحه، مالحه. فالبحيرات هي خليط ميكس من الاثنين. اقدر ان انا اربي فيها ده انتج واربي فيها البوري وانتج فيها الدنيس وانتج فيها القشريات، ولان هي ميه بتبقى اقل ملوحه من البحر. جميل. وبتحكم جدا في درجه الملوحه، وده بيطلع عندي منتج انا بتحكم في جودته بيه. الموضوع دي صناعه ولها تكنولوجيا عاليه جدا، صحيح. مش موضوع سهل ولا موضوع ولا هو متخيل مش مكلف. لا ده مكلف وتكلفه عاليه. النهارده المزرعه دي بيخشها ميه بتتغير كل يوم، الميه دي شغاله بالمكن الرفع، مكن الرفع شغال بالسولار، السولار ما يغلى يبقى الانتاج غلي. الواحد مش متوقع كده بصراحه، أو يعني شغاله بالكهرباء. كنا فاكرين يعني لا الموضوع ابسط، ولكن الموضوع حضرتك طبعا صناعه. بتفهمنا الموضوع وتوضحنا. صناعه، مش معنى ان انا عندي مزرعه سمك ان انا برمي فيها السمك بيطلع كمان ببلاش، لا صحيح. ده في ناس قاعده وفي علف بيتحط وفي تطهير للميه وفي تغيير للميه يومي وفي تقليب للميه يومي، كل الكلام ده بمعدات وبمكن وبرعايه طبيه. فالموضوع مكلف، مش موضوع سمك غلي معنى. لا هو السمك مش بياكل من الهواء، السمك بيتعلف بيتحط له مواد
بيتحط له رعايه طبيه، بيجي له عمال واقفه عليه، وفي نفس الوقت المشاريع الكبيره النهارده بيعمل عمليه تعبئه وتغليف، وفي حاجات نص طاهي. يعني انا النهارده وصلت لمراحل عاليه جدا، مراحل متطوره كمان في مراحل الصناعه متطوره نفسها. جدا. فاحنا النهارده لا بنقول احنا 5% يبقى في اكتفاء ذاتي، دي طفره ما غير عاديه. صحيح. يعني احنا ما بنستوردش غير بعض الكشريات والمكريل والسردين، ودي هي الانواع الاسماك اللي مش موجوده عندنا اللي مش فقط. موجوده عندنا، وفي نفس الوقت عليها طلب للسياح، لان طبعا حضرتك عارفه ان نسبه السياحه في إن الحمد لله في مصر بقى لنا سنه او سنتين السياحه عاليه جدا، صحيح. الغردقه وشرم، ونظرا برضو ليهم اسماك معينه هم ليهم اسماك بيحبوها. معينه، وخاصه الحرب الروسيه الاوكرانيه جابت كتير جدا من الاتحاد الاوروبي مقيمين اقامه دايما النهارده في الغردقه او في شرم الشيخ وفي الاقصر وفي اسوان. فالنهارده هم اغلبيه الذوق المستهلك الاوروبي اسماك اكتر من اللحوم، ففي عشان كده في استيراد للانواع اللي هم بيفضلوها. لكن كمنتج محلي احنا النهارده وصلنا نعتبر 95% اكتفاء ذاتي، 90 95% اكتفاء مفيش ذاتي. احلى من كده خبر الحقيقه نختم بيه يعني فقرتنا. والحقيقه اتعرفنا على حاجات ومعلومات كتيره جدا قيمه من خلال حضرتك، من خلال الاستزراع السمكي. انا بشكر حضرتك جدا ربنا يخليك باشمهندس فندم. احمد، شكرا ونورتنا في طعم البيوت. شكرا شكرا فندم لحضرتك. لحضرتك. شكرا مشاهدينا، بكده تكون خلصت فقرتنا اللي اتكلمنا فيها عن اهم المشروعات القوميه في مجال الثروه السمكيه. نروح لفاصل وهنرجع تاني نكمل معاكم بقيه فقراتنا.